قد ايه حلو الموضوع رهوفة؟ كتير حلو كتير 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 حلو كتير قوي، وصراحة بيستاهل الرجل إن نحكي عنه عن طبعاً طبعاً بيستاهل إن نذكركم من هو الرجل الحقيقي طبعاً. وشو عنا هيك، كيف بعض الرجال شوهت معنى الرجولة للأسف. الرجولة هي ببضع كلمات: احتواء، استيعاب، موقف، صدق، وضوح. قبل أن تكون عاشقاً كن رجلاً، صح، كن لأنثاك أباً، ابناً، أخاً، صديقاً. قبل أن تغرم بها تعلم أن تنصت لها أولاً. قرأت خاطرة عن معنى أن تكون رجلاً من اعترافات زوجة شجاعة، هيك اسم الكتاب، هو كتاب مترجم من اللغة الفرنسية. بتقول هذه الزوجة: ما معنى أن تكون رجلاً؟ الرجل هو أجمل مخلوق خلقه الله وصوره. الله، كيف بس؟ هاي كيفنا يعني معاكم؟ هاي الجملة تغنيكم عن كل اليوتيوب اللي قبل كله. هاي أجمل مخلوق خلقه الله، الله لا يوفق يهوده. كملي. شوفي هذا اللي بتحكي عنه عن جوزها، الرجل الرجل الحقيقي مش أي ذكر. فهو يضحي بقطع الشوكولاتة التي بين يديه ليعطيها لأخته، وهو يضحي بشبابه وصحته من أجل زوجته وأولاده، وهو من يحاول بناء حياة عائلية ومستقلة لأولاده ولو أدى به ذلك إلى العمل بعملين. يا عمري. هو يكافح ويناضل بشكل دائم، ثم يتحمل عتاب أمه وأبيه وزوجته ورئيسه في العمل، وفوق كل ذلك فاللوم يقع على رأسه دائما. إذا خرج للترفيه عن نفسه قليلا فهو إنسان غير مسؤول، وإذا بقي في المنزل فهو رجل كسول. إذا وبخ أبناؤه فهو متوحش، وإذا لم يوبخهم فهو متساهل. إذا منع زوجته من العمل فهو متسلط، وإذا تركها تعمل فهو مستغل. احترموا كل رجل في حياتكم، فأنتم لن تعلموا أبداً كم التضحيات التي يبذلها من أجلكم. أتصار أم، شو بعرفني؟ تضحيات. هذا فرنسي، هذا فرنسي. اللي عندنا ما عنده هاي السواليف، اللي عندنا نهائي ما عنده هاي السواليف. هو بيعطي شوكولاتة لأخته بس. بس. شوفوا المعنى الحقيقي للرجولة والأخوة. أخ راح يزور أخته، تمام. وهي وضعها المادي على قدها، رن لها هيك فجأة يعني، قالها أنا جاي أزورك أنا والمدام. المهم فاتت على المطبخ بتضيفهم إشي، فيش إشي، لقت بضع حب من البرتقال، كم حبة من البرتقال. قالت خليني أعصرهم وأعمل لي كاستين، إن شاء الله يكفوني كاستين عشان أضيفهم، ما عندي ضيافة. والله بتتفاجأ إنه دخل هالأخ هو وزوجته ووالدتها. أوكي. وهي مش حاسبة هالحساب. تمام. المهم فقامت شو عملت؟ حطت كاستين البردقان قدام الزوجة ووالدتها، وحطت قدام أخوها كاسة مي. قالت له يا أخوي أنا جبت لك سيفن، بعرفك بتحب السيفن. فهو رشف رشفة، عرف إنها مي. قال لها آه والله إنك محترمة. فشو بتقول حماته؟ بتقول والله أنا بتعرف ومعدتي بتوجعني، بالله تعطيني كاسة هالسيفن. قال لها لا ولو، أنا هلأ بفوت جوا بجيب لك الأزازة. فات جوا سمعوا إيش انكسر بالمطبخ، إجا قالها والله للأسف انكسرت الأزازة بالمطبخ، عطيتها بأزازة انكسرت بالمطبخ، هلأ بطلع برا بجيب لك علبة سفن. قالت له لا فيش داعي وكذا، وقعدت. خلصت الجلسة وهم طالعين عبطها وحط مصاري بجيبتها، قالها روحي بس لا تنسي تنطفي السفن جوا لأنه هسا بيجي علينا مل. هو ستر عليها طبعا، هو طبعا. كان سترا وغطاءا. هذا الموقف يلخص معنى الرجولة طبعا. اليوم احنا بصحصح رافعين شعار بأن الرجولة أدب وليس كل جنس ذكر رجل. ليش عم نحكي هيك؟ لأنه اليوم المفاهيم اتلخبطت حالها حال العديد من مفاهيمنا وأخلاقنا اللي تربينا عليها. الرجولة مش معناتها تسلط، الرجولة مش معناتها صوت عالي، الرجولة مش معناتها ضرب وكلمات نابية ولا حرية مطلقة. الرجولة فيها مسؤولية، الرجولة فيها طمأنينة، الرجولة فيها أدب، فيها قيم، فيها مبدأ. اللي عم نشوفه اليوم من بعض الذكور وما بدنا نسميهم الرجال بعيد كل البعد عن الرجولة. أنت لما بتمد إيدك على الست ما تفكر حالك أنك قوي، أنت إنسان مهزوز وضعيف. وعلى فكرة بإحدى المسلسلات في رجل كان يضرب مرته، قالت له أنت عم بتطلع عقدك ونقصك من أمك فيي. فقالها اطلع عليها، قالها كيف يعني؟ بعد سنة طبعا هاي الست قويت وهاي الست تحررت منه وقالت له لا
رجع قالها أنا كنت أمد إيدي عليكي، قصدي أمد إيدي على الطفل اللي جواتي قد ما أنا ضعيف ومكسور من جوا. فعمركم ما تفكروا أنه الصوت العالي ولا مدة الإيد ولا كل هاي المفاهيم اللي مجتمعاتنا الشرقية عززتها عند الذكور إلها أي علاقة من قريب أو من بعيد بالرجولة. يعني موضوع العنف ضد المرأة، سواء لأنه أنت مثلاً كنت بطفولتك شخص عندك عقد نفسية معينة، أو لأنه أنت ضعيف خارج باب المنزل فبدك تمارس السلطة الذكورية أيوة. داخل المنزل، هذا غير مسموح يا جماعة. أن تولد ذكر فهذا قدرك، أما أن تصبح رجلاً فهذا من صنع يداك. برافو. للأسف في بعض الرجال يعتقدون أنهم رجال لمجرد أنهم ليسوا نساءً. الفكرة اللي بنحكيها بأنه كلمة طير تجمع ما بين الصقر والدجاجة، فمش كل رجل يستحق أن يكون رجلاً. في عبارة مرة قرأتها على تويتر تلخص معنى الرجولة، بقولك تزوجا فلم يتفقا فسألوه ما السبب فقال لا أتكلم عن عرضي، طلقها فسألوه ما السبب قال لا أتكلم عن امرأة خرجت من ذمتي. الله، هاي الرجولة صح ولا لا؟ هاي الرجولة. شوفوا أبشع إشي بالرجل على فكرة، سواء عم بيحكي عن عرضه أو عم بيحكي عن أي موضوع، الرجل الكثير الكلام اللي هيك يعني بالعربي لسانه طويل. صح. أنا بالنسبة لي يعني هاي الصفة تتنافى كل النفي مع الرجولة. الرجل إحنا متعودين عليه كلامه قليل، جزء من هيبته انه ما يحكي لا عن الناس ولا يحكي ولا يشارك حتى باحاديث النساء اللي فيها نميمه وفيها خلينا نقول تحليلات غير واقعيه احيانا لبعض الاحداث. فانا الزلم اللي بنم والزلم اللي بيحكي وبلق حكي، وهاي كنا نعرفها على فكره من احنا صغار، يعني اي شاب كان معنا مثلا بالمدرسه لما يحكي عن بنت انا اعرف انه هو مش زلمه طبعا، لانه تتنافى كل النفي مع مبدأ الرجولة ومفهوم الرجولة. أصلاً بقول لك مين أسوأ أنواع الرجال؟ الست اللي بتنقي الحكي. أيوة بالضبط 100% عن جد. شوفوا في نوعين من الذكور لا يطلق عليهم لفظ رجل. أول واحد من يترك والدته تحت عجلة الزمن ليلحق بزمن زوجته. صح. والثاني هو من يتكلم في المجالس عن أهل بيته. برافو. في مجلة مصرية أخذت بعض التصريحات من بعض الرجال، فواحد من التصريحات اللي كتير كتير عجبتني، اختاري رجل ما يكرهك بحالك. يا الله شو صح. في رجال بيكرهوا الست حالها ونفسها، بخلقوا لها قوانين، بخلقوا لها تشريعات هم ورثانينها، هم أصلا مش مؤمنين فيها بس لأنه فيها المجتمع هيك بيقول. بالضبط، يعني بقولك ورثة ورثة. برافو عليكي. صح. ففي رجال بيخلوا الست تكره حالها، بمعنى إنه هو بيحبك بس هو بيكره كل شيء فيكي. بحبك انت، طب انت كيف بتحبني اذا بتكره كل شيء انا بعمله؟ تعالي اسالي قولي له طب انت ايش بتحب فيي؟ كلك على بعضك. طب شو كلي على بعضك؟ قل لي. واذا انت بدك تغير بدك تغير تصرفاتي وشكل حياتي 360 درجه، معناته شو هو اللي بتحبه فيي؟ شكلي بتغير طبعا. فهمتي شو قصدي؟ يعني مرات في بعض الرجال بتلاقيه بيفكر انه هاي الست هي عباره عن معجونه، انا بدي اشكلها، انا عاجبني المظهر الخارجي، لونها حلو شكلها حلو، وانا بدي اشكلها وارسمها بالطريقه اللي بدي اياها. هذا الحكي يمكن كان يزبط ايام زمان بس اليوم بطل يزبط، بطل يزبط ابدا. في مصطلحين بعض الرجال بيستعملوهم بيستفزوني، اول واحده بقول لك انا بدي اربيكي. مثلا انا ابوي رباني على فكره عشان تكون بالصوره، وانت اخذتني من بيت اهلي متربي مشان هيك انت قررت انك تتجوزني وترتبط فيي واكون ام اولادك. اثنين انا بدي اروضك. ايش تروض على اساس انه يعني انا حصان جامع شو بعرفني وهو بده يروضني؟ شوفوا الرجوله بالنسبه للست عن جد اذا بنقدر نفسرها رهف، هي عباره عن جدار الست تختبئ خلفه وهي متاكده وعلى يقين بانه مهما حصل هذا الجدار لن يقع عليها ولن يؤذيها. إذا أنت مش هذا الجدار بحياتها، ما نقول حيط تكون، بس هذا الجدار، هذا المخبأ، هذا بالمعنى طبعا الجميل للكلمة، إذا أنت مش قادر تحتويها فلا ترتبط فيها. بالضبط. اختصار. ممكن تلاقي واحدة تانية مفصلة زي ما أنت بدك. تلاقي. يمكن موضوع ما له كتير علاقة، أو اللي بدي أحكيها لما له كتير علاقة بالموضوع. هذاك اليوم حضرت فيلم اسمه توأم روحي لحسن الرداد طبعا، ومع أمينة خليل كتير. شفتي قد إيه بحزن؟ لا شو هذا؟
المهم هي بتجوز أمينة خليل عن حب وكذا، فهي بتموت بالهانيمون بتغرق يعني، فبصيروا يعملوا لك سيناريوهات. بروح هو على رجاء القداوي الله يرحمها، بتصير هي بدها تساعده وكذا، فبتقول له أنا حخليك تشوفها وتكلمها خلال تنويم المغناطيسي، فبصير في عدة سيناريوهات وإلى آخره. هلا في جملة كتير لفتت انتباهي جدا، بقولها طب انت يعني حتساعديني ازاي وكذا كذا، يعني هي مثلا انت بدك يعني احكي معي يعني هي هترجع؟ على هي مش هترجع، اللي راح ما برجع، بس انا اللي عايزك انت اللي ترجع. لانه في ناس بيغيبوا احنا منضل غايبين معهم، صح صح صح، احنا بنفقدهم بس احنا بنفقد انفسنا معاهم. قديش في ناس دفنوا حالهم مع أحبائهم. مزبوط. انت لساتك عم تتنفس، لسه قلبك فيه الدم بضخ حياة، فالمهم انه انت اللي ترجع، لانه اللي راح ما برجع. هاي بس جملة كتير حلو. صح؟ هذا الفيلم كتير رائع، الفيلم رائع رائع. ونهايته اللي حضره بالله يفسر لي نهايته لأني أنا ما فهمتها، فاحضروه رائع. صح 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 صح